لا ترى سوى عينيه وهو يرتدي العمامة والنتام غارقا في ثوبه الفضفاض، يلقب بالرجل الأزرق ويعيش في الصحراء الكبرى. هل عرفتم عن من أتحدث؟ نعم، الرجل التركي أو توارك، فمن هم؟ هي قبائل أمازيغية من الضحى الذين يعيشون في الصحراء الكبرى، يحبون أنفسهم بالتماشق التي تعني الرجال الأحمر، واختلف حول أصل تسميتهم بتواركي، فقيل نسبة إلى طارق بن زياد أو إلى توارك نسبة إلى وادي تركا في ليبيا، حيث يشتهرون بلباسهم ولتامهم باللون الأزرق النيلي. فلا عكس رجال توارك، تكشف المرأة التركية عن وجهها مغطية رأسها فقط، في حين يتلثم الرجال منذ بلوغهم سن الرشد لتام أو التجلموس كما يسمى في لغتهم. قصص عديدة ومنها غريبة. جاء في واحدة منها أن التوارق يعتقدون أن الجن ينشر أمراض في الفضاء وتصيب الإنسان عبر فمه وأنفه، لذلك يجب أن يحتاط الرجال بتغطية أفواههم وأنوفهم خشية تسرب الأرواح الشريرة إلى أجسادهم. أما السبب الأكثر عقلانية لارتدائهم إياه فهو أنه حماية لهم من الشمس والريح والظروف الطبيعية الصحراوية القاسية بسبب تنقلهم الكثير. Thank you.